واحسنكم الدراري، معكم فورس ماما، ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، هذا الفيديو بغيت نديرو غير بالزربه. واحد الحاجه اللي وقعت اللي ما كانتش في راسكم، باللي الشين يوتيوب ديال الشريف ايوب مشات ليه، داها لي شي واحد ما عرفتش واش مغربي ولا سعودي ولا ما عرفتش. هادي يومين باش داها لي، وانا كنت نتسنى يوتيوبرز كبار زعما اللي غادي ينوضوا يتضامنوا مع الشريف، لاقاش مشات ليه الشين. فالسكوزة كان غادي يدوا ليه الشين اللي كانت مع 60000 ابوني، يعني يوتيوب كامله ناضش، كلشي تضامن مع سكوزة. ولكن دابا كيبان لي الشريف اللي عندهم 170000 ابوني، تقريبا شي 90 فيديو وتا حد متضامن معاه. المهم من غير الغرابه، هذاك السيد راه الرجوله، عارفو ديما اي واحد كيخصو شي حاجه راه كيتضامن معاه. صراحه ما كاينش اللي غادي يحس به اكثر من يوتيوبر اللي بحالو، يعني انك تنوض وتتقلب على فكره وتمونطي وتصور فيديو وتضارب وتقاتل باش تلوح فيديو، راه شي حاجه اللي ماشي سهله. وعاوتاني كيتلوح الفيديو، على الاقل انه يخلي لي غير لي فيديو ديالو. اش دار ليه؟ سوبريمي لي كاع لي فيديو، هذا هو المشكل، انه سوبريمي لي لي فيديو، يعني يرجع لي غير الفيديوهات ديالو يخلي لي الشين. وتخيلوا معايا سيرتو دابا حنا غير جيمرز، ماشي مشكل انك تصور فيديو شي جيم، واخا يمشي ديك الفيديو تقدر تعاود تصور فيديو اخر في نفس الجيم، يعني ما غتهربش ديك الجيم. ولكن المشكل انه هو فلوجر، يعني انك تخيل معايا تمشي شي بلاصه وتفلوكي فيها، شي بلاصه اللي عمرك ما مشيتي لها وتفلوكي فيها، تبين فيها شي حوايج زوينين، وفي الاخر تقاد الفيديو تمونطي وتلوحو، في الاخر يمشي لك الفيديو. وبحال هذيك البلاصه تخيل معايا عمره ما يقدر يمشي لها مازال ولا شي حاجه. شي حاجه اللي فريمون يعني اصعب حاجه هي انك تمشي لك شي شين يوتيوب دار فيها تماري، شنو بيو كدا 70000 ابون الدراري، راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف انك توصل لها. المهم الدراري، هاي كتكتب هنايا شريف يوتيوب كيخرج لك هاد فهاد العرادي ولا ما سميت مو هاد خونا هو اللي ولي صفر ليه الشين. صراحة ما عرفتش انا كيفاش تصفر ليه الشين، واش شريف ما كانش مسيكوريزي الشين ديالو. وتخيلوا معايا واحد عنده 170000 ابوني وما مسيكوريزيش الشين ديالو مزيان، راه نورمالمون كان خاصو يسيكوريزيها. وكيف ما كتشوفوا الدراري، هو لايح شي 7 الفيديوهات غير هاد مؤخرا، يعني الشين عارف داك الدري راه ما غادي يربح منه والو، يعني لي فيو طايحين، لي ديسلايكس بزاف، ريبورتس بزاف. الدراري بغيتكم كاملين حتى نتوما تضامنوا مع شريف باش يرجع الشين ديالو، ولا على الاقل هاد خونا ما خصوش يكمل في الشين، يعني خصكم تريبورتيوها ولا تحيدوها ليه ولا طيروها ليه ولا المهم شي حاجه، حيت ما يمكنش غير يجي ويصفر الشين وفي الاخر يستنفع بها. ميساج لهذاك اللي صفر الشين، راه حاجة الحرام راه عمرها ما كتمشي مزيان، يعني واخا تبان لك شين فيها 170000 ابوني راه ما مشيتش فيها مزيان، وخا تلعب فيها الفيديوهات بقا تلعب فيها الفيديوهات شحال ما لحتي عائلة الشريف ولا ما سميتش. المهم الكانك ديال الشريف راه عمرهم ما غادي يخليوك، يعني غيبقاو عليك لي ديسلايك لي ديسلايك لي ريبورت حتى تمشي لك الشين وبحال شي ما درتيه. وغادي دي شحال ديتي ديال التنوب، مازال عديتي بزاف ديال التنوب، يعني وباين انت هذوك الفيديوهات اللي كدير راه كتشفرهم من هنا وتمشي تلوحهم، لاقاش انت ما مجربش العذاب ديال تلقى فكره وتصور والمونتاج وتفلوغي. سيرتو انا الفلوغرز اصعب حاجه ممكن ديري تفلوغي، يعني تخيل معايا الدراري النهار كامل انت كدور كتصور تقريبا شي 6 سوايع اللي كتلقى في الفيديو، ومع ذلك تجلس تمونطي وتضارب وتقاتل باش تمونطي الفيديو، في الاخر يمشي لك. وا صاحبي بزاف الدراري والله. المهم كنقول كاع اليوتيوبرز الاخرين الكبار زعما اللي عندهم شي انفلونس اللي كبيره، انا صراحه ما عديتش بزاف ديال لي زابوني، يعني عندي 2000 وشي حاجه ماشي شي حاجه، ولكن مع ذلك كنضامن مع شريف. كان ميساج اليوتيوبرز الكبار حتى نتوما تضامنوا مع الدري، راه 175000 ابوني الدري راه ماشي سهله. بوطاطو مازال ما وصلش لا جبد بوطاطو لا. المهم الدري سهل الفيديو، ما تنساوش تابوناو في لاشين ديروا لايك للفيديو، انت غنقول لكم دابا بيس.